اكتئاب الشتاء بيجي الناس تبقى خايفة تنزل، اكتر حاجة تبقى خايفة تنزل، تبقى بتكتئب لما الشتاء انت عارفين الساعة بتقل، فالدنيا بتضلم بدري، في ناس بتتضايق من الحكاية دي، بيأثر في النور، بيأثر علاقة النور مع الهرمونات اللي مسؤولة عن النوم والسعادة، مرتبطة ببعض، ساعات النوم بتتلخبط فبيأثر برضو على مزاج الشخص. البرد نفسه بيخلي ايه المخ، الدم بيبقى فيه ايه، بيوصل له في اماكن معينة ما بيوصلش في اماكن معينة بشكل كويس، فبيخلي برضو ايه الشخص يبقى ايه اكثر عصبية او اكثر حدة. في ناس برضو ما بتتحملش البرد نفسها، ما بتتحملش الشتاء خالص، فبيخليها مزاجها مقريف وبتاعي، ودي الناس اللي بيبقى عندها اضطرابات، ساعات اضطرابات في الغدة الدرقية، اضطرابات في التمثيل الحراري بتاع الجسم، ناس عندها اضطرابات ما بتقدرش تستحمل البرد، زي ما قلت لك ما بيقدرش يستحمل الضلمة كتير، وقت ضلمة كتير ما بيقدرش يستحمله، مرتبط ساعات معاه بذكريات مش لطيفة، الأطفال بيبقى مرتبط معاهم ساعات ما بيحبش المدرسة، دخول مدرسة امتحانات وجامعات ونزول وبتاع، فساعات ما بيبقاش كذا حاجة بتخلي الشتاء بالنسبة للناس ناس يزود عندهم الاكتئاب او يخليهم يبقوا مزاجهم مقرف اكتر.